بالنسبه للناس اللي تعانيو من الامراض مزمنه بحال داء السكري، بحال الناس اللي تعانيو من ارتفاع الضغط الدموي وكذلك امراض اخرى، ولا تتناولوا ادويه بصفه منتظمه، او لا الناس اللي تعانيو من امراض الغده الدرقيه وعندهم ادويه اللي تتخذ في وقت محدد من اليوم، فهاد الناس هادو مع اقتراب هاد الشهر الفضيل لازم عليهم يمشيو عند الدكتور ديالهم بالقيام بالتحاليل الدوريه التي قوموا بها سواء كل 3 شهور او لا كل 6 شهور على حسب النوع المرض التي يعانيو منه. كذلك الناس اللي عندهم امراض القلب يقوموا بتخطيط القلب ديالهم، وكذلك يشوفوا مع الطبيب المعالج ديالهم التريتمون اللي تيديروا، يعني الادويه اللي تيستعملوا كيفاش يقدروا يستعملوها اذا كان مسموح لهم بالصيام او لا.